السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو ديال اليوم في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون مغاير تماما على الفيديوهات اللي كنحط في القناه، بعيدا على الروتينات، بعيدا على الطياب، بعيدا على الشهيوات، بعيدا على المشتريات، بعيدا على داكشي كامل اللي مرفق كنحط. هذا الفيديو هذا فقط بغيت نديرو كفضفضه، بغيت نهضر معكم شويه ونتوانس معكم شويه. بغيت نشرح ونبرر علاش كنت غايبه هذه المده كامله، يعني تقريبا هذه اكثر من شهرين ما حطيت حتى شي حاجه في يوتيوب، ما رجعت درت حتى شي فيديو. ما نكذبش، يعني كنت في واحد المرحله اللي صعيبه بزاف. كيف ما كتعرفوا البنات، انا صراحه دايره اليوتيوب فقط كهوايه، كيعجبني. ولقيت راسي في هذا في المونتاج، في التصوير، يعني كنعمر بهم وقتي حاليا، حيتاش انا يعني واخا غير في الدار كنقرا غير في الدار، يعني ما عنديش شي حاجه كنخرج نديرها اولا شي حاجه اللي انا ملزومه بها، فكيكون عندي وقت فراغ كبير بزاف. اليوتيوب لقيته هو الحل الوحيد اللي كان عندي، يعني كنتوانس به، كندير المونتاج ونصور، يعني كهوايه، وفي نفس الوقت كيف ما قلت لكم كنعمر به وقتي. هذه كثر تقريبا من شهرين ما حطيت حتى شي فيديو، والسبب كان خارج على الاراده ديالي، ما نكذبش، حيتاش ما بقاتش عندي لا القانا ولا الخاطر ولا افكار اللي نقدر نديرهم فيديوهات. كنت وصلت لواحد المرحله صافي صعيبه بزاف، وكان خاصني نحبس. كيف ما كتعرفوا البنات، يعني ماشي غير انا بوحدي، بزاف بزاف منا اللي دازوا من نفس المرحله. هذه تقريبا واحد شهر ونص تقريبا اللي داز على الزلزال اللي كان ضرب في الحوض في المغرب. صراحه هذاك الوقيته اللي ضرب فيها الزلزال، ما نكذبش عليكم، دازت عليا انا صعيبه بزاف وخايبه بزاف. يعني واخا كنت كنشوف هكا الكوارث الطبيعيه اللي كانوا كيوقعوا في العالم، كندعيو مع الناس ونقولوا مساكن وكل شيء، ولكن حيت ضربت في بلادنا ووسط اهل ديالنا وعائلاتنا، صافي ما نكذبش عليكم، جاتني قاصحه بزاف بزاف بزاف. انا هذه تقريبا مده ما هبطتش للمغرب، اكثر من 4 سنين دابا ما هبطت للمغرب، فبقيت كنقول غير نشوف غير ماما والا بغات لي المدجي. صراحه دازت عليا صعيبه. في الاول ما كنتش كنقول، راه ما كنتش حاسه بها، كنقول يعني زلزال خفيف وصافي، الناس خرجوا الزنقه. ولكن من بعد ما شفنا الوفيات وشفنا الناس مساكن اللي مشاو لهم عائلاتهم، كاين العائلات اللي ماتوا كاملين، كاين اللي مشاو وخلى وليد او بنيته صغيره، كاين يعني وقعت كارثه صراحه بمعنى الكلمه وقعت. فانا صراحه ضريت بزاف، وبقاو فيا دوك الناس، ما بقاو فيا العائلات، الحمد لله عائلتي، الاصدقاء ديالي، الحباب ديالي اللي عندي في المغرب كاملين، ما تقاس حتى شي واحد بشي حاجه، الحمد لله كلشي مزيان. ولكن حتى هادوك حبابنا، حتى هادوك عائلاتنا، حتى هادوك ولاد بلادنا مساكن اللي ماتوا في الحوز، الله يرحمهم، الله يجعلهم شهداء عند الله يا ربي، والله يصبر العائلات والله يرزقهم خير. فصراحه مساكن جات في ديك القرى، الناس اللي ما في حالهمش، الناس عاتي الناس البسطاء هما اللي كلاو هذه بصح. ولكن الحمد لله، الحمد لله على بلادنا، والحمد لله على ولاد بلادنا، والحمد لله علينا. وحق الله كانت واحد الفرحة زوينة، حيت كتشوفي يعني في أسبوع المغرب حاول أنه يجمع ويطوي مع الزلزال والكارثة ديالو. تبارك الله الشباب متطوعين، تبارك الله جمعيات الناس، راكم شفتوا داكشي اللي وقع في المغرب، ما شاء الله ما شاء الله، عرفتي راه كل شيء مشى، كل شيء تعاون، والحمد لله والشكر لله، والله دم إديمها نعمة، وخلينا لبعضياتنا يا ربي. وصراحة كانت شي حاجة زوينة بزاف في المغرب، واخا من بعد ديك الكارثة، فالحمد لله الحمد لله. من بعد ما سالينا مع زنزال، أو حنا مازالين، يلاه بدات يلاه بينا كنشوفو الوفيات والناس اللي تفقدوا كل شيء. كيجي الفاجعة الثانية ديال إخواننا اللي في ليبيا، تسونامي اللي ضرب في دارنا، الناس مشات من نص ديال المدينه، مشات عائلات مشاو. زعما الصراحه كانت صعيبه، يعني من حاجه لحاجه، حنا قلوبنا كانوا مع بلادنا، وزدنا عاوتاني مع ناس واحد اخرين، حتى هما راه هذوك خوتنا في الاسلام، وصراحه هما الله يرحمهم يا ربي، ويجعلهم من الشهداء يا ربي، الله يرحمهم ويوسع عليهم، والله يعوضهم خير الناس اللي بقاو، والله يرزقهم الصبر. صراحه واحد الاحساس اللي صعيب بزاف بزاف، لا ليهم ولا لينا. يلاه بدينا كنتنفسوا الصعداء، وبدينا كنرتاحوا شويه، وكنقولوا الحمد لله، لله ما اعطى ولله ما اخذ، اللهم انا لا نسالك رد القضاء، ولكن نسالك اللطف فيه. صراحه حتى ولينا كنرجعوا النفس شويه،
وهاد الايام هذا راه كما كتشوفوا يعني الناس اللي كيتفرجوا في التلفازه والناس اللي كيقضوا السوشيال ميديا وكلشي راكم عارفين شنو واقع ما بين غزه واسرائيل، راكم شفتوا شنو وقع. صراحه داك الطوفان الاقصى كان احسن خبر سمعناه، ما نكذبش انا فرحت بزاف حيت شفت ان اخواننا في فلسطين او غزة انهم رجعوا واحد الجزء من الاراضي ديالهم، وان شاء الله مازال يرجعوا القدس، وان شاء الله نمشيو كاملين نزورو داك المقام ونصليو فيه لانه قبله من قبلتين ديال الله سبحانه وتعالى. نمشيو نصليو فيه علاش لا واحد النهار الله يرزقهم الصبر والله يرزقهم العوين وبالنصر ان شاء الله. الله يا ربي يكون معاهم ان شاء الله يا ربي صراحه. ولكن الرد ديال الاسرائيليين كان صعيب بزاف، كما كتشوفوا تستشهدوا بزاف الناس، وليدات صغار نساء رجال، هذاك هو اللي كيزيد يقهرني انايا ما نكذبش عليكم. يعني الحمد لله الحمد لله، واخا كتكون صعيبه ولكن النفسيه كتزير. انا من هذاك النوع اللي ما كنحملش العنف، ما كيعجبنيش نشوف شي حاجه هكا، ما كيعجبنيش نشوف شي واحد اللي كيعاني، ما كيعجبنيش نشوف شي واحد اللي كيبكي، ما كيعجبنيش نشوف شي واحد اللي مجروح. صافي يعني من داك الزلزال ديال الحوز لدارنا لهادشي دابا اللي واقع، صافي الخاطر ديالي صافي هرب. عاتي وليت فواحد المرحله اللي خايبه بزاف، كنت كنبقى غير كنبكي حيت ندخل هكا التلفازه نتفرج ولا ندخل هكا السوشيال ميديا، صافي كنقلبها غير بكا والقلب ديالي كيتزير، كنقول يا ربي يا ربي دير شي خير ويا ربي تلطف بينا يا ربي. صراحه كانت واحد الوقيته اللي صعيبه عليا بزاف، خاصه قلت لكم من بعد الزلزال ومن بعد الفيضان ديال دارنا في ليبيا راه كان عليا صعيب بزاف. فحاولت انني نخرج واحد اليومين كيف ما هذا الفيديو هذا اللي كنشارك معكم اليوم هو غير ديال واحد الخريجه درناها غير هنايا انا والاسره ديالي الصغيره، مشينا غير دوزنا واحد الويكاند واحد البلاصه زوينه. صراحه هي الحاجه الوحيده اللي درتها اللي خلاتني انني شويه انني ندفوله شويه انني نبدل المورال، والحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله. يا ربي تحفظنا عائلتنا، يا ربي تحفظنا احبابنا، يا ربي تخلينا والدينا يا ربي واللي مات والله يرحمهم، والناس المساكين اللي استشهدوا في هاد الكوارث الطبيعيه او لا في هاد الحروب او لا في هاد شي كامل، يا ربي ترحمهم يا ربي واجعلهم من الشهداء، ويا ربي ترزق عائلاتهم الصبر السلوان يا ربي وترزقهم الصبر. الصبر الصبر هو كل شيء والله، والحمد لله على كل حال. صراحه ما بغيتش نشارك معكم شي طاقه سلبيه، ما بغيتش نشارك معكم شي حاجه اللي خايبه، ولكن كان ضروري خاصني نفضفض معكم شويه، كان خاصني ضروري نهضر ومن هنيت نبرر السبب ديال الغياب ديالي على القناه. وان شاء الله من هنا القدام غادي يكونوا فيديوهات زوينين زوينين بزاف، غادي نوجد ان شاء الله فيديوهات اللي غادي نشارك معكم فيهم شي حاجه اللي زوينه، اكلات زوينين روتينات زوينين. علاش لا، ما نكذبش انا من داك النوع اللي ما عنديش زعما اصدقاء بزاف، ما عنديش معارف بزاف، واحد الانسانه بيتوتيه، كيعجبني نقص في الدار، كيعجبني ندوز وقتي في الدار هكا. فداكشي علاش كنلقى اليوتيوب واحد المجال اللي زوين، كنلقى فيه راسي، كنشارك فيه بزاف ديال الحاجات. يعني غير الطريقه ديال التصوير انك تجلسي كتعطي واحد الساعه اولا ساعتين في النهار غير كديري باش كديري مونتاج وكديري شي حاجه لانك انت كتبغيها، فراه شي حاجه زوينه وكتلعب على النفسيه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف، ما نكونش طولت عليكم بزاف، تكونوا استمتعتوا معايا واحد شويه، وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات جداد. فخليكم خليكم خليكم على القرص، كيف ما قلت لكم ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات زوينين، غنحاول نشارك معكم شي حاجه زوينه اللي في نفس الوقت انا غادي نديرها بكل حب. فشكرا بزاف للبنات اللي كانوا يسولوا فيا، شكرا للعائله ديالي وصحاباتي اللي عيطوا عليا وقالوا لي فين غبرتي، شكرا لكل واحد صور فيا. وكنقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في الفيديوهات القادمه، والله يرزقنا الصبر والله يرزقنا العوين ومكان، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات الجايه. السلام عليكم.